حلاوتي كده لما اطلع في التلفزيون. هو ده بيت مدام سامي حسين؟ ايوه هو يا استاذ. انا اللي ببيع ابنتي. وانا يا استاذ والنبي عندي 5 اكياس مليانين وثلاثه فاضيين. تعالى بقى. بس هو مدام سامي حسين هي اللي كسبت النهارده، بكره ان شاء الله هاجي لكم عشانكم كلكم. اوعدنا يا رب اوعدنا. هو ده البيت صح؟ بقول لك ايه؟ عندي 22 كيس مليانين. طيب حاضر. وعندي 15 فاضيين. خلاص لا ال 15 انا اللي هاخدهم. يلا العيد يا اولاد المعدات. انت مدام سامي حسين؟ عندك كام كيس قبلتي فاضي؟ عندي 3 يا بيه. ايه ده 3 بس ليه والمليان؟ عندي 8435. اديني بس نص ساعة زمن وانا اكون مفضياهم. لا 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 تعالي زي ما انت، احنا نتولى الموضوع ده بنفسنا. يلا يا رجالة. حاضر يا بيه. مش عايز ولا كيس قبلتي. الناس دول يا اخويا دول. ايوه اللي هناك. كل اكياس قبلتي. حاضر. شكرا. اللي بيه ده معناه ان انا كسبت الجايزه؟ طبعا كسبت الجايزه. يلا كاميرات واضاءه، احنا جايين هنا علشان نصورك. يلا عشان الاستاذ على وصول. والنبي يا بيه طبعا. ده انا قلبي زي ما يكون كان حاسس. ده انا على طول جاهزه ولابسه ومتمكيجه وعلى سنكه 10. الحمد لله يا رب اللي حققت لي امنيتي. طب ما كفايه رغي بقى واقعدي. يلا عشان الاستاذ وصل. يلا يا رجاله يلا. حاضر يا بيه. يلا جاهزه بنوها 5 4 3 2 1. أستاذة سامية حسين، متسابق جديد من المتسابقين اللي تقدموا معانا في مسابقة مسحوق غسيل قبلتي. اسمحي لي بمناسبة فوزك بجائزة من جوائز مسحوق قبلتي أسألك وأبهتلك وأمرمطك بمناسبة فوزك بالجائزة دي. يا ألف نهار أبيض يا أستاذ فريد. أستاذ فريد، قالت أستاذ بالسين مع إن هي أصلها أستاذ بالزال. يا ترى إيه هي شهاداتك؟ أنا يا أستاذ بالزال معايا دبلوم تجارة. دبلوم تجارة، قالتها بالنون مع إن هي أصلها دبلوم بالميم. كده يا مدام سامية ابتدت فرص فوزك بالجايزة تقل. لا يا اخوي عايزها بالميم. خليها بالميم. استاذة سمية، عايز اسألك سؤال واضح وصريح. لماذا، وركزي معايا، لماذا بتستعملي مسحوق غسيل قبلتي وما بتستعمليش اي مسحوق تاني غيره في السوق؟ عشان بيخلي غسيلي ابيض ونظفته زي الفل. انا كل الناس في شارعنا مفروسين مني، كل جيراني هيموتوا مني. بص على غسيلي وطول. ده الكلام اللي احنا بنسمعه في الاعلانات، لكن بيني وبينك وبوشوشك ومن غير ما حد يعرف ومن غير ما افضحك في التلفزيونات، هل في اختلاف بين مسحوق غسيل قبلتي وبقيه المساحيق الموجوده في السوق؟ ادم الكلام بيني وبينك يا استاذ فريد، صراحه لا، كلهم زي بعض ما ينضفوش. احييك على صراحتك مدام سامية. هل انت عارفة انك مدام فزتي معانا مرة بجايزة ممنوع تشتركي في مسابقة مسحوق غسيل قبلتي؟ لا معرفش. اديك عرفتي مدام سامية حسين. بسألك سؤال واضح وصريح، هل الأستاذ محمود جوزك المحترم، وركز على كلمة المحترم، هل هو موافق على تجميعك لهذا الكم الرهيب من المنتجات، مش بس منتجات شركة مسحوق غسيل قبلتي؟ أنا موافق يا أستاذ. طب ده حتى حودة بيحب قبلتي موت. أستاذة سمية، بوضوح وبصراحة وبوشوشك وفي ودنك، موافق ومبسوط ولا لأ؟ صراحة وبيني وبينك يا أستاذ، ده من كتر ما هو متضايق ساب لي البيت وسافر. بشكرك على صراحتك،
أعزائي المشاهدين، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله وحلقة جديدة من حلقات فوز متسابق من متسابقين اللي بيفوزوا بجوائز كتيرة في مسحوق غسيل أبلتي. ستوب! برافو 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 يا أستاذ. أنا عارف. اتفضل يا أستاذ. اتفضل يا ستي، الجنيه الذهب بتاعك. أستاذة سامية، هل تعلمي إن سعر الجنيه الذهب اللي في إيدك أرخص بكتير من سعر أكياس أبلتي اللي أنت شارياها؟ شكراً. أستاذ وليد، خلاص يا وليد، خلاص يا وليد، خلاص 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 ايوه استاذ هو. طب انا متشكر قوي، سلام عليكم. بقولك ايه؟ نعم. انا معايا الاربع غوتيان بتوع الدريكسيون. طب بس هو انا المره دي معلش جاي المدام سامي حسين، بكره ان شاء الله هجي لكم كلكم. سلام. وانا عندي 12 غطه بتوع الواد بتوع الكوره. طب ما احنا قلنا بقى خلاص بكره ان شاء الله. طيب معايا عمرو دياب ونور الشوق بالاثنين في غطه واحد. خلاص انت بالذات هجي لك بكره عشانك انت مخصوص. سلام. إيه؟ النهارده جاي المدام سامي حسين. ايه حكايه مدام سامي حسين دي؟ ايه اللي بتكسب في الحته دي ولا ايه؟ يعني نعمل صح. هو مفيش غير مدام حسين اللي بتكسب في الحته ولا ايه؟ وحضرتك بتشرب هوبا كولا؟ ما بشربش. طيب ولا اقول لك بقيت اشرب. طيب انا جاي لك حالا، يلا المعدات ويلا ابوس ايديكم. هوبا ايه؟ هوبا ايه؟ هوبا كولا. هوبا ايه؟ هوبا كولا. رقمين، الرقم الاولاني اكبر من الرقم الثاني بثلاث ارقام، لو جمعناهم على بعض وطرحناهم من بعض وضربناهم في بعض هيطلع لنا المجموع 297.5. ايه هما الرقمين دول وبسرعه؟ 5 و7 يا استاذ طارق. ايه الثقه اللي انت بتتكلمي بيها دي؟ طبعا اجابه غلط. غلط؟ امال ايه الاجابه الصح؟ انت جاي تسالينا ولا احنا اللي نسالك؟ طب والنبي فرصه تانية يا استاذ. يا استاذ نبيل. نعم. نديها فرصه تانية ولا ايه؟ مش هينفع نديها فرصه تانية عشان في واحد تحت جاهز بكل الاسئله، عايزين نديله اي جائزه. معلش معلش، في عندها كمان غطيان مليانه حاجات كتير. ده عندها غطا في الدريكسيون، وعندها غطا في الباب الوراني، وغطا تاني في تيل الفرامل. الهي يخليك يا رب ويعمر بيتك يا سيل استاذ. عايزك بقى تركزي معايا عشان السؤال اللي جاي ده مهم جدا. عندنا كرتونه فيها 3 كور مكورين وكورتين مش مكورين، وكرتونه تانية مليانه كور فيها كور مكوره وكور مش مكوره. لو جمعنا الكور دي كلها على بعض، ركزي معايا، الكور اللي هتبقى موجوده دي اللي جت في العارضه يوم ماتش بتاع مركز شباب حلوان مع مركز شباب بالساحل، كانت اوت ولا اوفسايد؟ اوفسايد يا استاذ. اوفسايد اجابه صحيحه فعلا، ويومها الحكم حسبها جون وكانت النتيجه 0-0. ودلوقتي تفوز معانا بعقد الماس ذهب فضه هايل ما حصلش، وتفوزي كمان معانا بجائزة نقدية قدرها 10,000 جنيه. هوبا ايه؟ هوبا ايه؟ هوبا ايه؟ هوبا ايه؟ هوبا ايه؟ هوبا ايه؟ هوبا كولا. 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 هو في حد بيكتب غيرها في مصر؟ تهزين يا رجالة، تهزين يا ريس. إيه 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 إيه. ودلوقتي هنشوف مع بعضينا أكتر متسابقة دمعت بستوت العفريت. بكواسيت العفريت. بكواسيت العفريت الله احرقه، ودمعت كمان 200 قلبون. الست سامية حسين دمال دمعي، نحب الشرف. والسؤال الاولاني، اسمك ايه يا ست سامية؟ سامية حسين جمال جمعة. إجابة غلط. معلش يا ريس اديها فرصة تانية. خلاص هسألك سؤال تاني، لو جاوبت عليه صح هسألك سؤال تالت، وركز معاي. قولي يا اخويا، ده انتوا اسئلتكم سهلة قوي. شفت بقى يا ريس اديها سؤال واعر. السؤال اللي زي ده واعر قوي. لو بستويت العفريت اداكي دايزه عربيه، هتعرفي تسوقيها ولا لا؟
الا هعرف اسوقها. طبعا هعرف اسوقها. هو بسكويت العفريت اداني جايزه عربيه. ايه وداكي جايزه عربيه لو كنت داوبتي صح؟ داوبت صح. ايوه داوبت صح، بس نديها فرصه تانية. ما داوبت صح يبقى تستاهل فرصه تانية. يبقى الفرصه التانية اللي هنديها لك ان انت بعد ما فزتي بالجايزه العربيه دي اخر جايزه تفوزي بيها، عشان الناس ما تقولش هو فيش غير سامي حسين هي اللي بتفوز بكل الجوائز ولا ايه؟ خلاص يا اخويا، اخر جايزه اخر جايزه. المهم عايزه دلوقتي اشوف العربيه. هتشوف العربيه وكل حاجه، بس بعد ما تدوبينا على السؤال الاخراني عشان تكرع الله روح بلدنا. الناس دي ما نامتش بقالها 10 ايام. ركز معايا، السؤال الاخراني. باب السلم ده بيطلع على السلم ده ولا لا؟ طبعا بيطلع على السلم، ما هو اسمه باب السلم. إذا ما صح وبده تكوني فزتي معانا بالعربيه. هات المفتاح. المفتاح ادي مفتاح العربيه، مبروك عليكي. والبكواسات خلاص يا عم، كل الكراتين والقفف طلعت من بيتك، دلوقتي تقدر ترجع وتنام براحتك. الحمد لله، بس انا خلاص يا معلم قربت افلس. نص التحويشه بتاعت الغربه راحت في الجوائز، عربيه وجنيهات وفلوس، ده غير بقى وحده التصوير والكاميرات، ما كل ده بفلوس. يا جدع انت ما تقولش كده، عيب عليك. يا الفلوس دي انت صرفتها على مين؟ على مراتك حبيبتك. ليه صرفتها؟ علشان تعيش في وئام وغرام وكده يعني. على رايك يا سحس، بجد انت عبقري، مش عارف اشكرك ازاي. ان شاء الله هردها لك باذن الله اول ما تتجوز في اي مصيبه من المصايب اللي هتحصل لك. يا جدع انت حرام عليك، احنا اصحاب. وبعدين اللي يشوف احوال المتجوزين كده لو اتجوز يبقى غبي رسمي. غبي طبعا. متشكرين. طيب يلا بينا بقى. يلا بينا. عارفين يا معلم هننزل بقى نعيش عيشه عزاب ونهيص. انت ناسي انك فاضل لك يومين وتروح لعيش الزوجيه الحصين؟ على رايك انا عشان جدعنتك معايا يا حسين، انا النهارده هعيش عيشه عزاب. الليله ليله عزاب وبكره يبدا العذاب. ده ايه الشعر الجامد ده؟